لي الخدمة هذه إتمام الدستور أخذت لي إكزاكتومون 22 جور. أقل من شهر. أقل من شهر. ثلاث سنين أنا ريان فات فلست البلاد وما عملت شيء فيما يخص المهمة اللي كنت بها هو كذا تخنقت من بعد ما خسرت فلست البلاد وقلت له تخنقت أنت نفسك وقالوا لك راه ما عادش يستعملوا بيك وما عادش وأنصار الشريعة سيسون دي تيروريست كما قالوا لي زمريكان سيتيرا وقلت له أنت لقيت روحك أو بيي دي ميور أصلي مالا سيبت العيدان وين وافقوا وين وافقوا وما عليك كان تنظر أنت في الدرب نتاع الموافقة على الفصول نتاع الدستور هذايا صفة مهولة السرعة اللي جعلت أن الدستور هذايا وقع إنجازه إتمامه في الحالة اللي نعرفوها هي توا فيه هذا يدل على أن الخديعة الكبرى اللي قامت بها الترويكا وبالأساس النهضة ضد مصلحة البلاد على لصالح ولصالح الأجندة والاستراتيجية الحزبية نتاع الأحزاب. هذا مش يتم عنده الإنعكاس من ناحية السيارة من ناحية التراسة من ناحية أداء المضموني شنو قال لي شنو فرق اسمه هذا تفكرت النمنامة تاعتي اللي قلت يا ريت اللي كان عندنا 59 وصلحناها شوية وشنو ورقعناها إلى حد الآن مازالت موجودة لكن في الحقيقة اللي يقول الكلام هذايا وقت لو تحطوا يدي قدامه النص هذايا ما عادش نجم نتكلم على كل التطور رقم 59 ترقيع بتاع 59 عمره ما كان يجي مثل النص هذايا علاش؟ على خاطر الخيارات والمبادئ اللي منصوص عليها في النص هذايا بعيد على الخيارات والاسس اللي موجود عليها 59 كان دبور نص موجز بورتيبا على الوقت avait besoin d'une constitution et non pas de la meilleure constitution المناخ اللي مش نعيشوا فيه أباكير من 1914 بعيد تسعى على المناخ اللي بدينا نعيشوا فيه من 1959 ما تبعش وجه مقارنة بصفة عامة هذا الدستور هو رهان على المستقبل أكثر منه إنجاز آلي فهمت مثلا نعطي مثال يقول الملكية الفكرية مضمونة ثلاثة كلمات ثلاثة كلمات بوبارلي دو ماتير اكسترامون امبورتونت بالنسبة للاقتصاد والثقافة والسياسة و بتاع كل البلاد الفكر الملكية الفكرية معناها الضمان اللي تعمل انت للي باش يخلق افكار بتاع ثروات وقت تجي تقول له انت الملكية الفكرية مضمونة من غير تعليم كيفاش؟ تصور أنا دجور لندن نلقى فكرة نتاع الطيارات تولي تستهلك 50% معناها كيروزان أقل من والله من اللي تيسامبورتون بالطيارات بإمكان أنا نلقى أمويان تاع اقتصاد في الاستهلاك المازوت 60 مليون اللي ماشي معناها مش نربحوا منها مليارات الفلوس قلت لها هذا يا بيه جبت الفكره هذه انا ماذا بيا تعطيني معناها اعتراف دبور بالملكيه مش الضمان بالضبط
دوزيامون مش تعطيني ضمان ارتباط انا اعتراف تعطيني انسان تخلصني خاطر انت هذه مش تربح دي مليار دي مليار شنو اللي يصير في الطفل هذا؟ ده اللي يصير في البلاد المتقدمه هي حمايه فعليه للاختراعات وللملكيه الفكريه مثلا حقنا زادتنا نزيدوا حسب شروط الرؤوس والقواعد يضبطها القانون والنجم نقول يضبطها القانون في مدة لا تتجاوز الست الأشهر أو الست سنين من بعد الاعتماد الدستور هذا ما مش هذا في كثير من المواد الدستور إلى حد الآن مش يبقى شبه حمل على ورق حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة يمكن ناخذ النص سيستم إثارة لو من بعد إن شاء الله باش ناخذ النص بتاع الدستور مش نقراها بالحركة اللي مش نقول كلمة مضمونة ومش نتبعها ورقة برشا هذه انسلباج هذه حرية الأحزاب حرية مضمونة وهذا حق النقابة مضمون وهذا حرية الاجتماع والتظاهر مضمون وهذه الصحة لكل إنسان مضمون وهنا تضمن طرق العلاج المجاني مضمون وهذا يعطيك الترامبيت تضمن دور الحق في التعليم مضمون نجي وجهه يعني كان جينا احنا في هذه الفصول هذه اللي هي كما تقول 50% من الدستور كان جيت قلت لهم عملت لهم انا حكيت كما تقول انتروديكتيف اللي مشكور المصدر الحقوق المعنى عليها في الباب الأول المبادئ العامة والتي هي من الفصل كذا إلى الفصل كذا هذول كلهم للدولة أن تقوم بالتشريع فيها لتطبيق المبادئ التي جاء بها الدستور في مدة تتراوح بين كذا وكذا وقت اللي تجي انت تكون مضمون ومضمون ربما نقعد عام كامل حتى الكلام تظن دورة الحق في الاعلام والحق في المفاهيم المعنويه تظن واذا لقيت انا ما تحصلتش على المفاهيم المعلومه هذه نعرف انا بان وزاره الداخليه عندها ملف فيما يخص شكر القتل اغتيال شكر بريد ونمشي لتعلم كل الكلام فضلك عليك قلت له كيفاش تاخذ المضمون هنا؟ المضمون برمش الوجه عليك برمش الوجه شكون اللي مشي يعطيني انا الاداره باش تعطيك انا الرخصه باش تعطيني الرخصه باش انا اعطيك انا الاسرار وهذا يقول نفس الشيء انا موجود في كل زاد ما شفتش العاده نو ماهيش التشريعات هذه ما تكون نافذه ويمكن انها التعامل معها والاعتماد عليها اللي وقت الان يطلع من بعد النص بتاع الدستور هذا يطلع قانون ويقول حق الملكيه مضمون الملكيه الفكريه مضمون وهذه الاسس والتراتيب وعلى اساس القانون هذاك يطلع امر رئاسي اللي يقول الوزير الفلاني والوزاره الفلانيه. قلنا نتعامل مع مبادئ عامه ماهيش مفصله وكان القوانين اللي تم سيسون بس سيتو بروميس فاك وعود هذا ما يكفيش
صحيح الدستور ما هوش مش يقول لنا كل شيء هنايا. نو حاجة ثانية مش هنايا واحدة. حاجة ثانية هو أن هذا النص فيه ثغرات. هنا يقول تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني لكامل المراحل. هو هنا تكلمش على المراحل بتاع التعليم في الفقرة الأولى. وقت اللي قال أن التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشر. ما قالش شو مش يصير من بعد. لكن هنا جاء ضمن المجانية بتاع شيء غير معروف. يقول لك التعليم المجاني بكامل مراحله. بكامل مراحله ما نقول لا تسيطر. بوزيسيون دو لا كونستيتيوسيون قال لي انا ما اعتبرت ان اللي كتبها اما كتبها من عن جهل كامل للمعطيات الاجتماعيه اللي تعرضها الفصل 38 والا كتبها على اساس دمجه ومعناها دمجه واضحه وكما تقول التناقضات موجوده من ناحيه كم المجاني ومن ناحيه كم الجوده سي كونتراديكتوار اللي كتب هذايا انسان جاهل والا ما يعرف الدمجه وانا نتصور بانه ما عندنا الدمجه في الاساس مستحيل باش الزازة والهيلة بتاع المجلس التأسيسي وسي إبراهيم القساس وسي شفاعة النهضة وما إلى ذلك ينجموا يكتبوا حاجة بعقل ومسؤولة لأنها نعرف روحي شنو قاعد نكتب شنو هذا فهمتني في هذه هي المنطقة العزيزة حيث النص هذا مطلوب ومطلوب فيه ويرحم والديه المعمول راح يراعي المحتاج بتاعه هو انه هذايا مش يسمح لنا في مده ان ابتداء من امس باش نقولوا للنهضه ومن حلوى ديجاج هذا هو البلوس امبورتون البلوس امبورتون بور نو سي نيبا لو تكست سي لو في كو Le texte maintenant échappe au caprice. Voilà. Il échappe au caprice de Nada. Il n'y a que 145 articles en moyenne. 145 articles. Il y a un peu de nombreux chapitres. Il y a un monstre qui a fait un papa. Voilà. Vous avez dit, je t'ai dit, ma belle, a mis ma face. Nous sommes à dire. الكثير منها ما عادش يصلح. يلزم يقع التشريع للدستور لتطبيق الدستور. عملية التشريع طيب. تشريع معناها قوانين عادية للتعليم. هذا تعمل راس من حاسب. المجلس قلت له يقع انتخاب المجلس مجلس النواب وقتها ال المجلس التأسيسي مش يمشي على روحه. إيه التطبيق نتاع الدستور مش يقع على يد مجلس النواب. مجلس النواب مش يمشي في روحه. غلط. إيه صار؟ معناها تحدوا ما بين عام ونصف عامين